البعض بيعتبر ان المرافق العامه دي ملهاش صاحب، يقول لك كده، يقول لك يا عم دي يعني بتاعتنا كلنا، فما فيش مشكله لما ناخد منها، ايه المشكله؟ ده كونها ملك للجميع فمعناها اعتداء على حق الجميع. يا الله، يعني دلوقتي في واحد ليه حق، فانا خدت حقه، فانا مدين امام الله له لشخص واحد له وحده. نعم. لكن لما اخد حق 100 واحد 1000 واحد، ده انا مدين امام الله سبحانه وتعالى للالف واحد دول. يا الله. فسرقة المال العام والاعتداء على المال العام واخذ الكهرباء اللي هي ملكية عامة وكذا، كل هذا من احرم الحرام، لانه دي حقوق الاخرين مش حق شخص محدد، انما هي حقوق الجميع، فالاعتداء عليها من احرم الحرام. ولذلك الشرع حض على الحفاظ على حق الآخرين، وتجد من الآيات والأحاديث ما لا يكاد يحصى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعل أحدكم يكون ألحن بحجته فيأتي إلي فيقول لي حجته فأقضي إليه بحق أخيه، ألا إني لو قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة أقتطعها له من نار جهنم. يا الله، تخيل حضرتك لما واحد يروح يقول لسيدنا النبي كلمتين إن أنا ليه حق عند فلان، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ألحن بالحجة، يعني بيتكلم كويس، فسيدنا النبي يقضي له بهذا الحق وهو ليس له، فإنما قضيت له بقطعة من نار جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. شوف حركة الصورة التمثيلية. سيدنا النبي يقول لو خدت شبر من أرض مش حقك، شبر واحد مش متر ومترين وثلاثة وأربعة وثلاثة في ثلاثة وأربعة في أربعة، يقول صلى الله عليه وسلم يطوقه، يعني يوضع في رقبته من 7 أراضين، تغليظا لعقابه وعذابه. هذا في حق الأشخاص، وهو في حق المجموع، يعني جميع الناس أكبر وأولى، لأنه تعلقت به ذمة غيره. فهذا كله من المفاهيم التي ينبغي أن تؤصل، وينبغي أن تفهم، وينبغي أن ينادى بها، ينبغي أن يفهمها المسلم. الطريق ده بتاعي وبتاع غيري، ما ينفعش أن أنا أخده لوحدي. الكهرباء دي بتاعتي وبتاعت غيري، لو هاخدها أخدها بحقها. الماء ده بتاعي وبتاع غيري، لا يجوز لي ان انا استهلكه فيما لا يحل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى انسان يتوضأ فيقول له صلى الله عليه وسلم: لا تسرف في استخدام الماء ولو كنت على نهر جار. يا الله. يعني انت دلوقتي بتتوضأ، طيب انت على نهر اهو، اعمل اللي انا بقى شايف ان اعمل اللي انا عايزه بقى، انا على نهر. لا، قال له لا، حتى ولو انت على نهر جار ما تسرفش في استخدام الماء، لانه تضيع للموارد، تضيع لملكيه عامه لنا كلنا. طيب، ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف واحد بيزود في الوضوء على سلاسه فيقول: فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. يا الله. يستحب ان احنا لما نيجي نغسل وشنا في الوضوء نغسله سلاسه. طب لو واحد غسله 5 أساء وتعدى وظلم، الرواية بتقول كده، سيدنا النبي يقول كده، فقد أساء وتعدى وظلم.